بيكم في حلقه جديده عن كاس الامم الافريقيه. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن شويه ارقام ليها علاقه بالبطوله زي القيمه السوقيه للعيبه وقيمه سوقيه للمنتخبات، والحلقه دي هنتكلم عن الجوائز الممنوحه في البطوله ونحاول نقارنها ببطولات مماثله. قبل انطلاق البطوله الاتحاد الافريقي لكره القدم قرر انه يرفع الجوائز الماليه للبطوله ب 1.8 مليون دولار. الجوائز دي هتتقسم على البطل والوصيف والمتاهلين لدور ربع نهائي ودور نص نهائي. بطل افريقيا الجديد هيحصل على 5 مليون دولار بزياده نص مليون دولار عن البطوله السابقه. اما الوصيف فهياخد 2.7 مليون دولار بزياده ربع مليون عن البطوله السابقه. والمتاهلين لدور نص النهائي هياخدوا 2.2 مليون دولار. اما اللي هيتاهل لدور ربع نهائي فهياخد 1.1 مليون دولار. قيمه الجوائز دي هنلاقيها قريبه جدا من جوائز بطوله كاس العرب الاخيره في قطر. الجزائر بطل كاس العرب الاخيره خدت 5 مليون دولار، في حين ان الوصيف تونس خدت 3 مليون دولار. ومنتخب مصر صاحب المركز الرابع خد 1.5 مليون دولار، اما قطر صاحبه المركز الثالث فخدت 2 مليون دولار. لكن لو بصينا للجوائز دي قارناها ببطولات تانية زي كاس الامم الاوروبيه او كوبا امريكا هنلاقي في فرق كبير جدا في القيمه الماليه للجوائز. فمثلا بطله اليورو السنه اللي فاتت ايطاليا خدت 10 مليون يورو، اما الوصيف انجلترا فخدت 7 مليون يورو. وبطل كوبا امريكا في النسخه الاخيره الارجنتين خدت 6.5 مليون دولار، والوصيف البرازيل خدت 3.5 مليون دولار. في النهايه حتى لو الجوائز الماليه اللي بيحصل عليها بطل افريقيا اقل من غيره في البطولات التانية، الا ان البطوله ليها طابع مميز جدا والجميع بينتظرها. خلصت ارقامنا النهارده عن بطوله افريقيا، لسه في ارقام تانية هنتكلم عنها، فاستنونا.